تعالوا شوفوا الجوف بعد ما نزل من في عام 2014، لما نزل في عام 2014 وصحح ضمن المسار الصاعد حق، شايفين فين بنط؟ بنط هنا مستويات قريبة 39.10، وبعدين حاول السهم يعني يتماسك، مع أنه هذا التماسك كله يبان عندنا أنه كان تصريف، لأنه السهم ما زال في قمة، هذه منطقة الرخرقة زي ما يقولوا. متى حصل الانهيار في السهم؟ لما تأكد إغلاقه الشهري تحت هذا المستوى. في تلك الحقبة الزمنية كانت تعادل متوسط 50 على الشهر، وشوفوا السهم سقط فين. كان السقوط بدأ تقريبا في شهر 12 من عام ديسمبر من عام 2015. تخيلوا 5 سنين مرت على السهم، لدرجة إنه بعد كورونا وصل عندها وما قدر يقفل فوقها، تراجع. شوفوا لما اقتحمها بدأت الطفرة الحقيقية في الجوف الزراعي وانطلق. لذلك أنا لما أجي أتفرج على ما الشغلة ما هي صعبة، شوف كيف بدأت الطفرة يا ولد، شوف متى بدأت تدخل السيولة الحقيقية اللي عرفت إنه السهم وراء له، لأنه تجاوز منطقة من 5 سنين ما قدر إيش. وأنا أذكر إنه أول ما اخترق في الشمعة دي خمن الجوف، بس شوفوا كيف في النهاية فين أغلق؟ أغلق عندها، لذلك سقط. كثير ناس وقتها يمكن تعلقت في الجوف عند المنطقة دي 39 بسبب إنه حصل اختراق قام، بس كان السهم وقتها منهك، كان منهك، كان جاي من قاع كورونا 17.5 دق السهم 47 يخرب مطنه، يعني طلع كم ضعفين، طبيعي إنه السهم يريح. ريح السهم، شوفوا لاحظ احترم إيش، احترم المتوسطات، كان مخترق الثلاثة المتوسطات على الشهر، احترم المتوسطات آخرها كان 100 معدي، وبعدين جاك وعدى 39. وشوفوا اللي حصل في السهم، السهم ما رد إلا حاجز 100 ريال، وصل 99.80، يعني من 2006 لو سحبت فيه إلين قاع 2008 كم حقق السهم في موجته؟ جاب حتى 78 فيبو 92 ريال، هو سجل الأعلى 99.80. شوفوا الآن سقط الجوفة الزراعية مع سقوط السهم، حلو الكلام؟ طيب هل هذه وقفته هنا تعتبر عادية ولا تعتبر وقفة فنية من عيار ثقيل؟ وصوله هذا المحور وعدم كسره، هذا معناه إيش؟ معناه الجالس يقول لك السهم إني أنا هذه المنطقة التاريخية اللي كانت في يوم من الأيام من أهم مقاوماتي تحولت الآن وصارت من أهم دعوة، وكذا نكون نحن، وكذا نكون نحن إيش؟ نكون نحن الآن فهمنا شيء مهم في السهم ده، يعني كأنه الآن قسمنا مرحلة صعود السهم التاريخية من عام 2006 إلى قسمين، هذا القسم نعتبره المنتصف لهذه الموجة، خلاص هذا نص الشارع. فأنا لما أجي أبغى أتعامل مع الجوفة الزراعية استراتيجي، كل ما كان السهم قريب 40 39 أتعامل معه على إنه في إيش، في قاع ولا مو في قاع، أعتبرها قاع، هذه القمة صارت قاع. يجيك واحد يتفلسف عليك يقول لك لا يا أخي القاع كورونا، يا أخي على عيني وراسي، بس هذا ما انكسر، هذا الملف ما انكسر، فممكن يرجع السهم منهم. شوفوا لاحظوا الجوف، كل ما يسقط السوق في الموجات السابقة والمؤشر في ترند هابط يسقط الجوف، لكنه ما يكسر إيش، ما عمره تجرأ حتى على الإغلاق الشهري تحت 50. شوفوا حتى شمعة يناير، حتى شمعة ديسمبر، حتى شمعة جولاي اللي هو قاع سبتمبر اللي نقوله قاع 7 جولاي في عام 2022، دائما الشمعة تغلق في الجوفة الزراعية فوق هذا المتوسط، وهذا المتوسط بيرتفع. أول مرة زاروا ولمسوا كان في شهر 7 أو خلينا نقول في شهر 6 جون، وصل 40-35 هل وارتد منه. شوفوا إلى الآن يحافظ عليه. اليوم كم يقرأ هذا المتوسط؟ يقرأ هذا المتوسط قريب 44 ريال، تخيلوا إلى اليوم والجوف الزراعية تتداول فوق 44 ريال عند 45 ريال. يعني سهم مستقر، سكينة ساقطة مستقر. طيب تعالوا شوفوا البساطة في التحليل الفني. أتخيلوا جاء واحد قال والله بصراحة أنا مرة عاجبني الجوف الزراعي، كلام أبو محمود جدا مقنع، وأنا بدي أدخل أفكر أطقطق في الجوف وأبني استراتيجية معه. لو فكر في بناء الاستراتيجية وتجاهل أن كسر 39.10 يعتبر أمر فظيع، إيش نقول عليه؟ ها؟ ما نعتبره ظلم نفسه؟ ظلم نفسه ليش؟ يعني أنت الآن فهمت من الكلام كله أنه السهم في قاع ودخلت وخلاص وحطيت السهم في جيبك وعشت على أساس أنك تبغى تأسس معه، طيب جاء كسر 39، حتقعد كمان تستمر في نفس المنهجية حقتك؟ أنت غلطان يا أخي، غلطان. ليش غلطان؟ أنا أقول لكم ليش. لما نجي عند مناطق زي هذه إيش اللي يثبتنا؟ شوفوا الفرق بين زين والجوف، ليش القوة في زين إني أنا أتحمل؟ لأنه هنا لما أجي أقرن التحليل الفني مع التحليل المالي
يقول لي يا أخي أنت أساساً زين وأنت في القاعدة عند القيمة الدفترية، يعني أنت مشتري بصافي وصوله. طيب في الجوف، تعالوا نفتح ملف الجوف، كم القيمة الدفترية؟ إذا رحنا الملف المؤشرات المالية في موقع تداول وقلنا له أعطينا بالله عليك الجوف الزراعي، هذه الجوف تقريباً كم القيمة الدفترية حقتها؟ كم مكرر ربحيتها؟ أبغى أستانس، أبغى أشوف الأسعار دي عادلة ما هي عادلة. فلما أروح للجوف الزراعية مثلاً، هنا شوفوا مراد يطلع معي القطاع الزراعي الزراعي، إيه الجوف الزراعي، يقول لك القيمة الدفترية 21، هذه القيمة الحقيقية. إذا قلنا زين 10.60، طيب زين اليوم 10.20، طيب الجوف الزراعي القيمة الدفترية 21، حلو 21 حلوة، بس السهم بكم قيمته؟ 45، يعني مدربي القيمة الدفترية. مضاعف دفتر 2. طيب المكرر، قال لك المكرر 27، يعني أنا لو قعدت في السهم ده وكسر 39، هذا المكرر كم؟ قال المكرر عالي. أنت ما بتتكلم عن مكرر 15 14، يعني أنت في خلال 13 سنة وأنت قاعد بالسعر ده تقول والله مقارنة بالسعر ده أنا يجيني ما يعادل 8% عائد مثلا، مع أنه حتى المكررات دي ما بتنصرف كلها أو تتغير أحيانا مع أخبار الشركات. فمعناه السعر مرة مبالغ فيه في الجوف. هنا وقف خلاص. إذا أنت دخلت على أساس فني، لما تشوف 39 تنكسر، ماذا نقول؟ نقول هذه المستويات مستويات إيش؟ مناطق إعادة حسابات. أبغى أجي أتأمل إيش فيه، أجي أوقف، ها في شيء سلبي، في شيء يستحق إعادة الحسابات؟ نعم. فممكن أنا هنا وقتها أقول أعيد تفكير الاستراتيجي وأوقف. ليش؟ الحالة الفنية بدأت تأخذ منحنيات غير جيدة، وبدأت أنا أكسر خط أنا كنت مأمن فيه كثير. فهذا الخط خلاص مدام بدأ ينكسر، فلازم أنا أعيد حساباتي في استراتيجي. إيش رأيكم في المنطق ده؟ صحيح ولا لا؟ طبيعي ولا مو طبيعي؟ تخيلوا اللي من 6 أشهر دخلوا الجوف الزراعية على هذا المستوى، إلى الآن والله يا جماعة أمورهم طيب، ولا قال لهم الجوف ما خرج عن المألوف. شوف وجالس السهم يتذبذب. تعرفوا الجوف الزراعية الآن لو قلبنا له على الشارت الأسبوعي قبل اليومي، خلينا على الأسبوعي، زي ما عرفنا الآن خط الرجعة وعرفنا المناطق ذات القيم الفنية اللي هي الكبيرة تحت اللي فيها خربان بيت أو نخاف إنه يكون من وراها يعني لا سمح الله تأثير على سلوك السهم في المستقبل لأرقام أدنى من كده وتكون بعيدة شوي. لو جينا الآن بنحلل السهم، طيب هذا السهم أنا خليني أكون منطقي، أنا دخلت استراتيجي في السهم، هل يعقل أدخل أقول والله أبغى 100 ريال أبغى أروح القمة اللي نزل منها؟ برضو هذا كلام مبالغ فيه، وكده أنت بتظلم نفسك لأنك بتفكر بشيء حقيقة في التحليل الفني الكلاسيكي يقول لك إنه هذا الكلام بدري عليه. أنت تبغى تفكر، فكر على قدك. يعني كيف أفكر على قدي؟ يعني تخيل الآن هذه موجتك، فين أهم رقم تبغى تروحه ويكون مفترض؟ يعني كيف السهم ينقلب من سهم هابط من قمة 2021 ينقلب إلى زي السوق السعودي؟ كيف ندور اختراق 11000 أو 11100 لتأكيد إننا نحن تخطينا بقوة المسار الهابط من القمة؟ طيب الجوف الزراعية كيف يتبين لدي إنه إذا طلع السهم تخطى المسار الهابط والترند الهابط بقوة اللي نزل فيه من قريب 100 ريال 99؟ والله لقيت إن المستويات دي قريبة 55، يعني لو طلع الجوف كده أنا كده أرسم افتراضي كده، شوف تحرك السهم خلال الفترة القادمة بطريقة كده صاعدة، شايفين؟ أجي أمسك الفيبو من فوق من القمة إلى القاع اللي أنا وصلت، أشوف كم تعادل في الفيبو. الله تعادل 54 ريال، الله أكبر، أول 23 فيبو من الموت. حتى لو بدي أحاكي الآن الجوف مع التاسي، إذا كانت الفيبو التاسي قريب 11,000 10,993، الجوف الزراعية إذا يبغي يحاكي المؤشر يعني حيتحرك في موجة مضاربية منطقية، هذه الحدود. يعني أنا تفكيري يا دوب ب20% فقط، إن حققتها فأنا حققت الهدف المطلوب مني في المرحلة دي. أما حكاية أني أنا أدخل في الجوف عشان أفكر أنه كيف أطلع لأرقام أبعد من كده، هذا يعتبر أنت بتظلم نفسك أو بتتجاوز في خيالك حقيقة التعامل مع السهم في الوقت الراهن، لأنه أنت ما بتتعامل مع السهم معطيك اختراق زي ما حصل يوم طلع عدى 39 وكان في الأصل في موجة صاعدة خلت العالم لدرجة أنها تدخل في الجوف وماركت ونسب
لانه كان. اما هنا حتى لو تحرك الجوف لابد انك تعرف انه لما حيقرب من 55 حيصطدم في منطقه، ممكن هذه المنطقه سبحان الله تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جي. وخلونا نتامل الان في الست اشهر دي كيف بيتعامل الجوف الزراعيه مع المضارب مع سامو. شوف اول ما نزل كسر القاع حق شهر القاع السنوي هنا، ونزل لقاعه حق شهر 6 هو كسر ايش؟ كسر هذه المنطقه اللي هي عندي 52 ريال. هيا جيبوا لي شمعه بعد ما كسر المنطقه دي شطحت فوق الرقم ده. شوف اطول اكثر شمعه حققت هنا 53.70 وقفلت عند مستويات 51.60 شايفين؟ الموجه اللي بعدها ها يا دوب وصل 52.5، الموجه اللي بعدها ما عدى ال 50، الموجه اللي بعدها ما عدى ال 50، وشوفوا نحن الان فين؟ عند 45. اسالكم بالله الان بعد ما سمعتوا كلامي ده، هل سيصعب عليكم استراتيجيا اللعب في الجوف الزراعيه وتعرفوا ما لكم وما عليكم خلال المرحله القادمه؟ شفتوا انا كيف لعبت في المجموعه من قاع الموجه ورحت رجلت من 25 اول مره دي، شفتوا كيف لعبت لعبتي في جبل عمر حتى 19.70؟ ليش؟ لاني عارف الاركان القويه دي. شفتوا كيف لعبت في سابق الين 97 وبعدين يعني قلت حتى لو نزل السابق ما عندي مشكله اني حققت اللي ابغاه منها، وانه بصراحه المناطق دي تخوف يعني مفترق ممكن سابق تنزل ونزل السابق. ليش؟ ليش انا طيب؟ تقول ابو محمود ايش فهمه؟ والله يا اخي ابو محمود يا اخي شغله رهيب يا اخي، ما هو شغله رهيب وما رهيب. شفتوا الان الجوف الزراعيه انا كيف حللته لكم؟ صمد في مناطق تستحق الصمود، يعني تخيلوا الجوف ضرب ال 44 لكن ما قفل شهريا تحت المتوسط، الجوف 42 والسهم نازل، صامدون صامدون، ليه صامدون؟ يا اخي نحن فوق ال 100 وفوق ال 39، يريد الله وارتد السهم مره ثانيه، وتلاقي ابو محمود يغني اظهر وبان عدى ال 44، اظهر وبان بعد فتره 47، اظهر وبان 50، يوم نوصل 52 تسمع ابو محمود يقول هذا المحور ما بين 52 الى 54.5 55، هذه منطقة تحفظ يا شباب. إيش يعني تحفظ؟ يعني مفروض نحن مخففين خلاص، إن ماسكين كميات محسوبة علينا بسعر تحت نرفع درجة المحافظة فيها إنه ما يكسر 47، يعني مو معقول كمان أنت حتبيع فيها على نقطة وتضمن خلاص لا يضعف السهم ويبدأ ينزل، لو ضعف تقدر ترميها كلها أو تحتفظ بكمياتك طالما بعت 20% أكيد طلعت عليك تحت ال 40 وال 39، فلو كنت استراتيجي حتى لو طاح السهم ل 40 ما حتخسر، لكن حتروح عليك الأرباح حق الكميات اللي عندك، ومع ذلك أنت ما زلت مرشح مرة تانية تلوم فيه وترجع تلعب نفس اللعبة مرة تانية ل 52، صح ولا لا؟ ها هل هذا صعب الكلام ده؟ ألا يعتبر تفكير سليم؟ سهل ممتنع ما في فلسفة. أنا هنا نظرت استراتيجيا ونظرت تاريخيا ونظرت من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى اليسار وطلعت بهذه المعادلات البسيطة والمعلومات السهلة. بكرة لما يوصل الجوف 55 ويجي طايح الله يذكره بالخير، والله أبو محمود قال كده يكتبوا لك بعض، والله أبو محمود أنت قلت السهم هنا منطقة ترجع، والله طاح. شوف السهم والله قال أبو محمود صامدون وبعد فترة ارتد منها السهم، يا سلام. طيب من فين جايب المعلومات أنا هذه؟ جايبها من جيب أبويا؟ مو أنت لو كنت بتفهم الأسلوب ده اللي نحن بنعلمك هو راح تساعد نفسك كثير. وأنا هذا الكلام بيفيد مين؟ ما بيفيد المضارب اللحظي، هذا بيفيد المضارب الاستراتيجي اللي هو طل في الموجة لقى إني أنا أهم شيء عندي 40-39 وعندي 55، يعني هذا نطاقي كم؟ 30%. هذه لعبة الفترة الحالية، السوق طالع السوق نازل المؤشر هنا، لما نجي نقول لك راقب سهمك، سهمك مؤشر، راقب سهمك، السوق انخفض، التاسي أكل تبن، أنا عندي الجوف ما يكسر 39-40، ما لي علاقة باللي قاعد يصير في المؤشر، لأنه أنا استراتيجيتي وفلوسي موجودة فين؟ موجودة في السهم ده، يعني أنا بدي أخدم على سهمي ضمن المواصفات، عند دعم ألقط، عند مقاومة أخفف، عند دعم ألقط، عند مقاومة أخفف، وأحاول دائما حاطط قدامي هدف، لو أنا عندي كميات محتفظ فيها، إيش أبغى منها؟ فين أكبر موجة ممكن أوصل أبيعها فيها وأكسب الهبرة دي؟ يعني أنا أدور من 52-54، لما نوصل هناك بحول الله، لما نوصل هناك فيحصل اختراق، هناك يسمى إيش؟ دخلنا في مرحلة تانية، هذا الشغل المرحلة.
هناك أنا السهم يعطيني فكرة جديدة ونظرة فنية جديدة، أنا أبدأ أتطوع وأبدأ أدرسها وأفكر في أبعادها. مثلا أجي عند أبعادها أقول لو اخترق الجوف الترند وين هدف الوتد، لو أنا ساحب ترند من هنا لهنا وجيت اخترقت هنا، شوف هذه أحد المعطيات. أجي أقول الله والله دا فيه وديني في الموجة ممكن بالراحة 87 مرة تانية، الله أكبر. وممكن تكون هناك قمة أدنى من قمة وبعدين يرميه في وجهي وجنازة. كده أبدأ أصور أكون قنوع شوية وأقسم المرحلة دي، أقول طيب خليني أضمن أعدي 38، ليش أحلم أروح 87؟ فألعب لعبة من 54 إلى منطقة 63 على النظرية لأنها تمثل 38. أقول أنا خليني ألعب الآن لا أكون طماع، يمكن سبحان الله يوصل هنا ويدخل في عملية جني أرباح لاختبار الترند مرة تانية، فأكون أنا على الأقل حاسب حساب اللعبة دي، كسبت في الموجة إلى الهدف داء وترجلت بكمياتي عشان أرجع عند منطقة الاختبار. وهذه المنطقة حتكون لها شراها ولها متعة في الدخول أكثر من دخولنا الآن. ليه؟ لأنه نحن بندخل الآن في مسار ضغط وتجميع وشرر ودم تقيل، لكن لما يكون وصل 63 ورجع ل 54 سهل عليه يلف الطارة ويرجع يعدي 63 ويروح لك 77 النسبة الذهبية. وتتفرج أنت وإنت قاعد تتفرج على مستقبل السهم، أنت قاعد تتفرج وقتها على مسلسل قيمة وقيعان صاعد، وإنت وقتها هتبدأ ترسم ترندك الصاعد وتقول الترند ما يفرن، فأنا حامشي على هذه الأهداف اللي أمامي طالما إني أنا اتجاه صاعد. وبالمناسبة لو هذه موجة اقتحمت المسار الهام، أين سيكون ترندها؟ كيف سيكون مسارها الصاعد؟ حتيجي من قاع كورون، حترسم المسار وتمرر من قيعان موجتك التصحيحية هذه. شوف من أي قاع أنت حتبدأ ترجع، فيصير هذا الترند الرئيسي مثلا على الفواصل الزمنية الكبير، خلاص هنا يصير هذا الترند الرئيسي. ممكن سبحان الله مع مرور الزمن مرور عام كامل والسهم مشي بالخريطة هذه مثلا، ممكن يصادف أنه 52 بعد سنة هي منطقة وقف الخسارة كسر الترند. مو تقول تستنى يكسر 39 على بعد 12 ريال تاكل هوا، تقول والله أبو محمود يوم من الأيام شرح لنا وقال لنا إنه هذا الخط 39، هذا الخط 39 الأيام هذه، لكن بعد حقبة من الزمن عندما يحصل اختراق لترند هابط ويدخل السهم في موجة رئيسية وتبني له مسار صاعد رئيسي كبير زي كده، خلاص هذا الترند ممكن يكون يصادف بعد فترة يقرا عند 52، فأنت خلاص هناك يصير منطقة المحافظة على الأرباح. لو كنت أنت قاعد معاه استراتيجي ولا داخل في تلك الحقبة لا تقبل بأنه يخرج عن الاتجاه الهابط أو الاتجاه الصاعد اللي هو بناء من قاع كورونا مرورا اللي هو عام 2020 إلى قاع مثلا عام 2022. علم إن شاء الله نكون استوعبنا واستمتعنا الدروس الفنية هذه البسيطة الكلاسيكية اللي جات بمحض الصدفة يعني.